من أمنك لتخونه ولو كنت خوان. إلى العناوين، من مشروع أمير إلى مشروع أسير، في حصار قطر فتش عن المرأة، عباس لترامب يخرب بيتك، متى توقف الجزيرة محاورة إسرائيليين، الجزائر تمنع استيراد أفخاذ الضفادع. مرحبا، أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية على اختطاف محسن علي محسن نجل نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر من منزله جنوب صنعاء. وفي أخبار المخطوفين أيضا هذا الأسبوع، انتهت عملية احتجاز الشيخ القطري عبد الله بن علي آل ثاني في دولة الإمارات بالسماح له بالتوجه إلى الكويت، بعدما حمل الشيخ عبد الله نفسه في فيديو مسجل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد كامل المسؤولية عن حياته. أنا موجود الآن في أبو ظبي، ضيف كنت عند الشيخ محمد، ولكن ما عندي فرق، وضع خيافة، وضع حجز، وقالوا لي ما تطلع، وخايف يصير علي أي حاجة ويتهمون بها قطر، فمجرد أبلغكم أن إذا صار علي حاجة أنها قطر بريئة منها. وإني في ضيافة الشيخ محمد، من أي بيجري بعد هذا الآن هو يتحمل كامل المسؤولية. في عصر السرعة الفلكية يتحول الشيخ عبد الله عند دول الحصار من أمير بديل لقطر إلى محتجز تم إطلاقه. الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني يصنف كرجل من كبار الشخصيات آل ثاني ويحظى بقبول داخل الأسرة. أنا أعتقد أن الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني هو القائد القادم لقطر. واجهة جديدة للحكم في قطر، واجهة جديدة للحل في قطر. إذا كنت سياسياً أو اقتصادياً عربياً ومضطراً للتوجه إلى الإمارات فلا بأس ببعض الاحتياطات. على الطيران الإماراتي هناك تعليمات للسلامة وتحذيرات سرية من الاحتجاز. إذا أحسنت فك الشفرة عندما تشاهد مثلاً فيديو الحزام، القصد منه تنبيهك إلى أنك معرض للقيود في أي لحظة، كما حصل مع أحمد شفيق. وقد يصل الأمر بك إلى دخول المستشفى كما حل بعبد الله آل ثاني. هاتفك أساسي في حفظ سلامتك، واحذر، سيحاولون سحبه منك كما حصل مع سعد الحريري في الرياض. عندما أنا تهبط بك الطائرة سوف تصل إلى بلاد الكلام الممنوع، فكمم فمك ثم احرص بعد ذلك على تكميم أطفالك منعا لأي ورطة. تأكد من إجادتك السباحة وتوفر سترة النجاة، فقد تضطر للهروب سباحة. بقي للطاقم أن يذكر بضرورة تكرار دعاء السفر في الطائرة وتوصية الصالحين بالدعاء لك، فسفرتك ليست هينة. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر. لقد وصلتم إلى مطار أبو ظبي. طاقم الطائرة يشكر اختياركم ويبلغكم أنه ليس مسؤولا عما يجري لكم خارج الطائرة، مع تمنياته لكم بدوام الأمن والحرية. اللي كانت فوق السلطة انكور الإمارات، ما حكينا عليها هذه الإمارات ديجا. السلام عليكم.